كلام بعد الدراسة هل يمكن فتح مدارس؟ إيه نعم، ولكن بالاشتراطات اللي احنا أخبرنا عنها. مهم جدا السؤال في قضية ارتداء الكمام. وجدنا بعض الدراسات يعني منظمة الصحة العالمية للأقل من 5 سنوات طبعا نصيحتهم مباشرة بعدم استخدام الكمام، وما تكون عامة لفترات طويلة، يعني بالعكس اللي أقل من 5 سنوات في هناك نصيحة أو في هناك إرشاد ثابت يعني ومدروس بأن ما تستخدم الكمامات في هذا العمر. وبالنسبة للناس لأعمارهم من 5 سنوات إلى 12 سنة كذلك هناك في دراسات يعني مو متناقضة، ولكنها يعني البعض يرى أن هناك ما يلتزم الشخص أو من النصيح أنه ما يكون هناك فيه كمامات أو لبسه. لذلك الفريق الآن في دراسة بشكل عام مستفيض بجميع الدراسات والتجارب الموجودة العالمية، نجدها ما هي اللي أنسب حق أبنائنا قبل دخولهم عامة للمدرسة. وبإذن الله الفريق بيعطي هذه التوصية بالنسبة لاستخدام الكمام، فهو الآن موضوع دراسة وإن شاء الله بيكون في القرار اللي يناسب أو يتناسب وصحة عيالنا وأطفالنا قبل دخولهم المدارس بإذن الله.